عودة لحضراتكم مرة أخرى وفقرتنا الأخيرة النهاردة في برنامج الحصاد واللي هنخصصها عن الجمال المتمثل في الزهور وفي تنسيق الحدائق. الحقيقة احنا كان عندنا معرض اسمه زهور الربيع وده بيقام في فصل الربيع في حديقة الأرمان وبيحظى بإقبال جماهير كبير جدا لشراء الزهور وحتى للتعرف على كيفية تنسيق الحدائق والتعاقد مع الشركات العارضة على تنسيق الأماكن في مصر. الآن بينضم إليه معرض آخر إن شاء الله نتمنى أن يكون أحلى كمان من معرض ربيع وهو معرض زهور الخريف وإن شاء الله يكون معرض مستمر معنا طول العام أو هكذا نأمل لأنه موجود في مكان جميل جدا تابع لوزارة الزراعة أيضا وهو المتحف الزراعي وهو مكان متسع ومكان واعد بأنه يكون قبلة للناس اللي عايزة تقضي يوم جميل وتتعرف على نباتات الزينة وزهور القطف وعلى كيفية تنسيق بيوتهم بأقل الإمكانيات أو لو كان معاه إمكانيات أكبر إزاي ممكن ينسقوا بشكل أفضل. النهاردة هنتكلم عن هذا المعرض والجديد اللي بيضيفه لمجمل المعارض المصرية مع ضيفنا المهندس رضا أبو سيف خبير اللاندسكيب وعضو لجنة شؤون العارضين في هذا المعرض. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. مهندس رضا نتكلم الأول، إحنا كان عندنا معرض زهور الربيع وحضرتك برضو من المشاركين فيه، انضم إليه الآن معرض زهور الخريف، في رأيك هل إحنا محتاجين لمعرض آخر هو زهور الخريف؟ ده بالتأكيد إن الفكرة إحنا كنا بنلح عليها لأن ده تعظيم لدور اللاندسكيب والزهور في مصر اللي إحنا محتاجينه في الفترة اللي البلد بتقدم عليها في مشروعات جديدة، فده المشروع ده إحنا كنا بندور عليه والمعرض ده يبقى موجود إن شاء الله. يا رب ان شاء الله نتمنى استمراره. قول لي ازاي جت الفكره، يعني كيف بدات الفكره ومين اللي اتناقشتوا معاهم في الفكره دي لغايه ما اصبحت واقع؟ الفكره جت حقيقي، الفكره كانت قديمه شويه وكانت في تجربه بس لم تكلل بالنجاح في فتره الوزاره السابقه. في المعرض الربيع اللي فات في الأرمان كنا عاملين ندوات ثقافيه داخل المعرض فطرحت الفكره، المعالي الوزير تمسك بيها والدكتور السعدي حقيقي بذل مجهود كبير معانا في طرح الفكره وتاكيدها ومسكنا في الفكره وبقالنا شهور بنشتغل عليها لغايه الحمد لله ما تم الموضوع بالشكل الحالي. يعني طبعا يعني المتحف الزراعي هو متحف من اقدم المتاحف الموجوده وبيضم اشياء نادره جدا سواء حتى في تعرف على حياه المزارع المصري من زمان قوي وحتى الان او يعني موجود بعض الصوب الزراعيه او بخلافه، لكن اكيد الحاجات دي ما كانتش يعني بمستوى جيد قبل ما تدخلوا نطور في هذا المتحف. ايه اللي طرأ على المتحف بعد وجود معرض زهور الربيع وازاي استفاد المتحف من هذا المعرض؟ في الحقيقه احنا اول ما دخلنا للمتحف لقينا مباني عريقه جدا وشيء مبهر يعني، لكن المساحات اللي حواليه كانت مساحات مهمله، اطلال لصوب وبيوت محميه موجوده، اكوام من الرش والمخلفات النباتات القديمه، صراحه حاجه تحزن يعني. لكن بقالنا شهور اشتغلنا على الموضوع ده ان ازاي نعيد تنظيم المساحات دي وتاهيل كل البيوت المحميه والصوب والاستفادة منها في شكل تنسيق للمعرض اللي احنا عايزين ننشئه يعني. أنشأنا طرق وأنشأنا مساحات جديدة وقسمنا المناطق زونات للعارضين، اتغير المكان حوالين المباني الأثرية، قيمة مضافة تمت للمكان، أظهرت المتحف في شكل جمالي وأعتقد إن ده هيعمل ترويج للمتحف. كل الزوار في ناس كتيرة جدا ما تعرفش يعني متحف زراعة، كل الزوار اللي جايين لمعرض زهور الخريف بيسالوا ايه الموجود ده، فده ترويج للمتحف الى جانب المعرض اللي احنا بنعمله. طب ازاي تم تقسيم الـ 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 الارض المحيطه بالمتحف لزونات العارضين؟ يعني على اي اساس تم التقسيم؟ في كم منطقه؟ عندنا دايما المعارض بيبقى ليها تخصصات، يعني في منطقه الشركات اللي بتشتغل في مجال اللاندسكيب خدت زون، المنتجين اللي بينتجوا انواع معينه من النباتات عملنا لهم زون، منتجين الصبار خدوا زون، اللوازم الانتاج والاشياء المساعده عملنا لهم زون تاني، منطقه الخدمات الخاصه بوزاره الزراعه خدت زون اخر، فعملنا تقسيم بناء على الانشطه اللي بتتم او المنتجين وحجمهم وانتاجهم اللي بينتجوه. الاختلاف الاساسي لهذا المعرض عن معرض زهور الربيع بيكمن في المكان وفي يعني انه في عدد مرات عقد المعارض ولا في نوعيه الزهور، نوعيه المعارضين العارضين، ايه الاختلاف؟ الاختلاف احنا بنتكلم برضو على العاملين.
على تكرار الفكره علشان نرسخ في الناس الجمال والاستفاده من اللاندسكيب والزهور. والاخر الوقت الوقت الان في مصر الخريف ده اكتر وقت معتدل في مصر، اللي الناس ما بتبقاش حاسه فاكره الخريف ده شيء تساقط ورق، بالعكس الفتره في الخريف اكتر وقت يبقى فيه زهور موجوده والجو معتدل جدا، فالناس بتقدر تستمتع. الربيع بيبقى في فتره رياح ودخول على صيف 50 ما بيبقاش ممتع قوي، غير ان الناس سعيده بالزهور. لا احنا عندنا زهور دلوقتي وجو جميل، فده من الحاجات الجميله جدا اللي احنا كنا بنهدف ليها، ان الناس تعرف يعني ايه خريف، وفي الخريف الناس بتستعد للشتاء، فعايزين ندخلها مع زهور ومع الكلام ده بحيث ان يبقى الناس عندها يعني استبشار بالقادم والدنيا تبقى احسن. الحقيقه انه فعلا الخريف المصري هو ربيع، والربيع نعم. المصري وكانه خريف نعم. فعشان كده موسم الخريف ده بقى الجو فعلا نعم. جميل، والناس بغض النظر عن التقلبات الجويه الحاليه لا. لكن في العادي في الطبيعي فعلا فصل الخريف بيكون من اجمل فصول السنه في مصر. طيب مصر مهتمة ازاي بنباتات الزينة وزهور القطف وغيره؟ وهل عندنا يعني مساحات كافية تكفينا ك يعني كاستهلاك محلي وممكن نصدر منها للخارج؟ للأسف ما عندناش. للأسف احنا عندنا عجز في نباتات الزينة، وخاصة مع التوسع الكبير جدا في المدن الجديدة والإنشاءات الخاصة، المنشآت السياحية الكبيرة اللي بتقوم بها الدولة الآن، لأن بقت فكرة اللاندسكيب شيء أساسي في التعامل مع كل ما هو جديد. فالمشروعات الكبيره سحبت المنتجات اللي موجوده في السوق، فاحنا محتاجين توسع اكتر. والمعارض دي فكره عشان برضو ناكد على ان المنتجين موجودين وعايزين ندعمهم وعايزين نشتغل على القصه دي، فده موضوع مهم جدا جدا جدا. طيب في رايك ليه الناس بتحجم عن يعني انتاج زهور الزينه في مصر بشكل كبير؟ هل ده لان احنا مثلا محتاجين الامن الغذائي الاول، بنفكر في الغذاء ان هو الاساس ودي رفاهيه بالنسبه لنا كمصريين، ولا المكسب مش كفايه؟ لا برضو حكايه مش المكسب مش كفايه، حكايه ان برضو الناس موضوع الحاله الماديه الان الناس بتدور على الغذاء الاول. لكن احنا برضو الفكرة اللي بندور عليها ان الجمال لا ينفصل عن الغذاء. صحيح. وعايزين دي ثقافة عايزين ننشرها في وسط الناس، ان ازاي الناس تتعامل مع اللي موجود ده وتشعر بيه جميل، لان احنا مش بندور على قيمة الزرعة بكام، ده احنا عايزين ممكن اقل حاجة بس ننسقها بشكل كويس الناس تشعر بالجمال. لان السعادة مش هتيجي باكل بس، هتيجي بالرؤية البصرية والرؤية السمعية، الكلام ده مهم جدا. يعني جمهور المعرض يعني من اي طبقات، من اي مستويات اجتماعيه؟ هتتفاجئ انه من كل الطبقات. الناس بتخش كلها بتقف قدام الورد سعيده جدا جدا جدا، الغني والفقير، والفقير اكتر، الفقير بيجي يشوفه في المعرض اكتر ما بيشوفه في بيته. فاحنا عندنا الزوار اللي بييجوا يتفرجوا على المعرض مش يشتروا اكتر من اللي بيشتروا، وده بيسعدنا جدا، ان ده برضه بيرسخ فكره ان الناس تستمتع بالجمال. يعني الاولاد الصغيرين، طلبة المدارس، طلبة الجامعات، ستات البيوت، في ستات بيوت بتنزل كتير جدا تخش المعرض تتمشى فيه. غير طبعا الناس المهتمة بالاستثمار بتيجي للمعرض عشان تدور على البيزنس بتاعها. طبعا اللي دعم هذه الفكره كمان وجود الشارع، اعتقد اسمه 203 206 او 206 اللي هو يعني الرئيس يعني وجه بانشاء مثل هذه الشوارع، اسمه 306 306. هذا الشارع اللي موجود يعني بالظبط مقابلا للمتحف الزراعي، فالناس ممكن تروح تقضي يوم كامل انها تستمتع بالمتعه البصريه برؤيه الزهور والشراء منها لبيوتها، وفي نفس الوقت الولاد ياخدوا وجبه ممتعه في الشارع ده 306، فده شيء جميل جدا وممتع للناس. طيب انا عايزه اتكلم مع حضرتك عن فكره اللاندسكيب في مصر. طبعا اللاندسكيب دلوقتي اصبح حاجه ضروريه، واحنا بنتكلم عن مدن جديده، عاصمه الاداريه، عندنا عدد كبير جدا من المدن اللي بتنشا في صحاري، ولا بد فيها انها يعني تراعي اللمسه الجماليه اللي لا تتحقق الا بوجود الانهار الخضراء وبالتنسيق الجيد. ايه اللي ممكن اللاندسكيب يراعيه في نشاه مدن جديده؟ اللاندسكيب هو الاساس في المدن الجديده. العالم كله بينظر للموضوع الانشاءات الجديده ان لازم لمسه الجمال تبقى اول انطباع بتاخديه حضرتك عن المكان اللي بيتعمل. فده العنصر الاساسي اللي بنشتغل عليه دلوقتي في الاماكن الجديده. طبعا بنراعي مهم جدا عندنا موضوع النباتات اللي بنشتغل عليها عشان الميه. ما بيبقاش تبقى نباتات كلها مش محتاجه كميات ميه كتيره في الري.
عندنا طبعا عناصر كثيرة من النباتات، نتكلم بقى في أشجار، في نخيل، في زهور، في صبارات، عناصر كتيرة جدا في النباتات اللي لازم ندخلها في اللاندسكيب. اللاندسكيب كمان بيشتغل على الهاردسكيب اللي هي العناصر المكملة من أرضيات، من برجولات، من وحدات إضاءة، من صخور، كل ده بيخش مع بعضه في تنسيق يديني الشكل الجمالي اللي بنتكلم عليه في المدن الجديدة اللي احنا بنهدف ليها. طيب يعني هكمل مع حضرتك، بس اعتقد معانا الان اتصال مع المهندس محمود عطا المشرف العام على المتحف الزراعي ومعرض زهور الخريف. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيكي، تحياتي ليكي وضيفك الكريم وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، احنا استضفنا حضرتك قبل كده وتوليت مهمه المتحف الزراعي، وكان عندك افكار جميله فيما يتعلق بتطوير هذا المتحف. في رايك كيف استفاد المتحف من معرض زهور ربيع، والعكس كيف استفاد المعرض من المتحف بمبانيه وبالمساحه الخضراء الموجوده حوله؟ الحقيقه في البدايه خليني اشكر ضيفك الكريم الاستاذ رضا ابو سيف وكل الساده العارضين، لانه الحقيقه هم لهم فضل كبير في خروج هذا المعرض بهذا الشكل اللائق الذي يليق بمكانه مصر ومكانه وزاره الزراعه والساده العارضين، لما لهم من اسم كبير في مجال نباتات الزينه على مستوى الزراعه والانتاج والتصدير واعمال اللاندسكيب والهاردسكيب. الحقيقه لما دعيوا الى اجتماع بالمتحف الزراعي في حضور استاذنا الاستاذ الدكتور السعدي بدوي المشرف على الحدائق النباتيه بوزاره الزراعه، بناء على توجيهات وزير الزراعه الاستاذ الدكتور عز الدين ابو سيد لوضع المتحف الزراعي على خريطه السياحه المصريه، فكان رايهم انه نباتات الزينه هي نباتات تحقق عائد كبير جدا من الاقتصاد القومي، وهذه الشريحه التي تعمل في هذا المجال ظلمت كثيرا لانها لم تجد يعني الرعايه الكامله لها، وانه ان احنا لو عملنا ابتكار جديد لزهور الخريف وهي نباتات موجوده وعلى مدار العام، ده هيؤدي الى انه المتحف الزراعي سينظر اليه نظره مختلفه عما كان ينظر اليه. فكانت الفكره ان احنا عندنا مساحه ارض 9 أبدنة، 6 أبدنة مخصصين للزراعه و3 أبدنة تقريبا بهم المرافق، ازاي نحول هذه قطعة الأرض التي بها مخلفات نتاج أعمال تطوير المتحف الزراعي بعد رفعها إلى معرض لزهور الخريف. الحقيقة تم دراسة الوضع وتم معاينات أكثر من معاينة في حضور جميع السادة العارضين، أنا بشكرهم جميعا، وامبارح في لقائي في قناتكم المحترمة ذكرتهم بالاسم وشكرتهم، لأنه الحقيقة الناس ما تأخرتش عننا وكانوا معانا يعني كتفا بكتف حتى يخرج المعرض بهذا الشكل. اما بخصوص استفاده المعرض من المتحف او استفاده المتحف من المعرض فكلاهما يعني مكملان لبعضهما البعض، يسيران في خط متوازي، لان المعرض داخل المتحف الزراعي والمتحف الزراعي هو ضمن الاداره العامه للمتاحف والمعارض الزراعيه التي اشرف بالاشراف عليها. فاذا فكره اقامه معرض لزهور الخريف داخل المتحف الزراعي هو في صميم عمل الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية، بل هي أيضا منوط بها الإشراف على كافة المعارض الزراعية على كافة مستوياتها وعلى كافة على مستوى الجمهورية، ويتمثل في وزارة الزراعة في هيئة المعارض الدولية. إذا هو حق أصيل للإدارة العامة للمتاحف والمعارض في إنشاء هذا المعرض، هو حق أصيل للسادة العارضين أن تهتم وزارة الزراعة بهم، لذلك كان قرار معالي وزير الزراعة بعد اجتماعاتنا مع الزملاء إنه كل العقبات تذلل، كل الطلبات مجابة، أنا الأوان إن احنا نشتغل إيدينا بإيدين بعض مع القطاع الخاص، لأنه فلسفة وزارة الزراعة في هذه المرحلة إنه وزارة الزراعة تعمل مع القطاع الخاص، تعمل مع القطاع الحكومي، تعمل مع المزارع، لا نفرق بين شريحة وأخرى، لأنه في النهاية نحن نعمل في مصر ومن أجل مصر. طيب فأنا الحقيقة بشكر ضيفك الكريم وبشكر كل السادة العارضين. أنا بنشكر حضرتك، ويعني يعني الأستاذ المهندس رضا أبو سيف كان له وجهة نظر إنه ممكن المعرض ده يصبح معرضا دائما، فهل يعني ضمن التفكير بما إن حضرتك يعني مسؤول عن إدارة المتاحف والمعارض الزراعية إن إحنا نعمل هذا الشكل من المعارض، المعارض الدائمة اللي ممكن تنعش يعني حركة زيارة المتحف الزراعي؟ والله هي فكرة جديرة بالاحترام والتقدير، ويمكن دراستها بشكل جيد ومتأني،
من الجميع ونخلص إلى رأي نهائي فيها، ويتم عرضه على معالي وزير الزراعة لإصدار القرار المناسب. كل الأفكار مطروحة، كل الرؤى المحترمة مطروحة على طاولة النقاش والحوار. نرحب بجميع الأفكار، وما يمكن تنفيذه سوف يتم تنفيذه إن شاء الله. طيب أنا بالنسبة لي خلصت أسئلتي، لكن المهندس رضا أبو سيف عاوز يواجه كلمة لحضرتك بس وإنت معانا على الهاتف. تحت أمرك. المهندس محمود عايز بس أشيد بمجهوده وأشيد بشدة تعاونه، لم يتأخر للحظة في أي طلب، أي عارض كان بيطلبه. حقيقة لم أجد أحد من أول ما اشتركت في المعارض بمثل هذا التعاون المهندس محمود عطا، حقيقة لازم أشكره جدا جدا جدا. بشكر حضرتك يا باشمهندس، وده شكر بقى موجه لحضرتك من لجنة شؤون العارضين نفسها. شكرا جزيلا لوجودك معانا. شكرا جزيلا. بنعود لضيفنا المهندس رضا ابو سيف، خبير اللاندسكيب والمشارك في لجنه شؤون العارضين. ويعني فكره المعارض بشكل عام الزراعيه احنا محتاجين لها في مصر للترويج لمنتجاتنا الزراعيه بشتى بقى اشكالها. الى اي مدى احنا متقدمين في فكره المعارض الزراعيه؟ حضرتك ممكن تكون زرت معارض على مستوى العالم، احنا فين من المعارض الدوليه؟ حقيقي احنا لسه قدامنا شويه، لكن المفروض ان احنا ماشيين على الطريق. يعني المعرض ده بيأشر لأن الوزارة بتهتم وبتهتم بأرائنا، وده بداية إن شاء الله أن احنا ننطلق وتبقى نطور المكان ده. مبشر جدا المتحف، المساحة جيدة، الطرق منتظمة، نقدر نعمل معارض فعلا، ما يبقاش فيه عارض مظلوم أن في حد يتحط في مكان ما يتشافش. المكان ده نموذج أن احنا نصمم معرض ممتاز، الصغير قبل الكبير ياخد حقه في مرور الناس عليه. المكان ده إن شاء الله مبشر، نسعى إن شاء الله أن يبقى دائم، نسعى لتطويره، نسعى لتحديثه. الإدارة زي ما قلت لحضرتك متعاونة، باقي دورنا بس إن شاء الله أن نستمر عليه. وأتمنى أن المعرض الظهور الربيعي يبقى موجود في المكان ده، ما يرجعش الأرمان. المكان ده أحسن كثيرا من الأرمان إن شاء الله. إن شاء الله التقسيمة بتاعته بتتيح الفرصة العارضية، ووسعه نقدر نتوسع فيه أكتر. دخول السيارات وخروجها سلس عن الأرمان، ما بنعملش أزمات في الشوارع المرورية زي منطقة الأرمان. كنا في وقت في الأرمان بنقفل البوابة عشان ما ندخلش عربيات، لأن مش لاقيين ندخل الناس، وبالتالي الشارع بره بيتقفل. لكن هنا الحركة أوسع، مكان الباركينج جيد جدا، في مساحات أخرى نقدر نتوسع فيها. لو في عارضين بشكل أكتر تقدموا للحجز، ففي المكان مبشر نقدر نشتغل عليه كلجنة مع الوزارة، مع السيد المشرف الدكتور سعدي بدوي، نقدر نعمل الشكل المناسب جدا ونطور معرضنا زي المعرض اللي بنشوفها بره. طيب عدد العارضين تقريبا قد ايه في المعرض الخريف؟ انا مش متذكر المعرض، لكن كل المساحة المعروضة اتحجزت، يعني كل المساحة اللي عملناها اتحجزت بالعدد بالكامل، لدرجة ان في ناس في الاخر جت ما قدرناش نحط لها المكان الاخير. هل العارضين بينتظروا يعني ايه من المعرض؟ هل هم بينتظروا الاعلان عن منتجاتهم بحيث الناس تجي لهم بعد كده، ولا البيع الفوري؟ يعني اكيد في فئات كثيره في المعرض، اعتقد اللاندسكيب ما بينتظرش البيع الفوري ربما قوي، لانه الناس بتبقى محتاجه تفكير وتاني في اختيار الشركه الانسب ليهم، لكن يمكن الزهور العاديه تنتظر البيع الفوري والمكسب الفوري. فكلمنا عن الاغراض المختلفه من العارضين وتواجدهم في مثل هذه المعارض. زي ما حضرتك قلت فعلا اللاندسكيب بيبقى محتاج ان الناس تيجي تقتنع بالجناح، طريقه تنسيقه وطريقه عرضه وطريقه تصميمه وطريقه التعامل والكلام مع الموجودين في المعرض، هل الناس دي جاده ولا مش جاده. فبياخد وقت على ما يشتغل، ممكن يجي بعد شهر بعد اثنين بعد 5 شهور يرجع لك تاني بعد ما خد البروشوره وخد الكروت بتاعه المكان يرجع لك تاني. لكن المنتجين الزراعيين في الغالب بيبقى عنده بيع يوم، الصغير قبل الكبير والصغير اكتر. يعني الناس بتيجي ما حدش بيخرج من ايده فاضيه، حضرتك تلاقي دايما البطبط واخده شنطه في ايدها 5 6 زرعات، وما بياخدهاش من عندي، بياخدها من عند العارض الصغير اللي حاطط شويه زهور بياخده ويمشي. ففي ناس كتيره جدا بتبيع يومي، واحنا بالنسبه لنا كلاندسكيب لا، انا بعمله كتسويق ليا على مدار السنه، بقنع الناس بفكرتي، بقنع الناس باللي انا بعمله، بيرجع لي بقى عايد بشايف الشغل، لان احنا بناخد مساحات كبيره بنعمل عليها. وبدأ حضرتك لازم تيجي تزورينا وتشوفي الجناح، يعني بنعمل افكارنا كلها على المساحه اللي بناخدها من على الشغل يعني. طيب ايه الزهور المفضله او النباتات والاشجار المفضله اللي بتشتغلوا عليها في اللاندسكيب؟ دايما الزهور احنا بنشتغل على نوعين من الزهور، زهور مستديمه وزهور حوليه.
الزهور المستديمه بتبقى كمياتها اكتر لان بيبقى العميل مش محتاج يغير كل شويه. بس في زهور حوليه اللي بتيجي في فترات في السنه بتديني شكل زهور بشكل كتير قوي واقدر اغيرها واغير المود بتاع الجنينه كل فتره. فبشتغل الحاجتين وبشتغل طبعا مش زهور بس، بشتغل نباتات اخرى. يعني ما يبقاش لازم في زهر، لا في نباتات نفسها الليفز بتاعتها الورق بتاعها في الوان، فبنقدر نشتغل على ده برضه ويضيف للمكان بشكل كويس. اشكال النخيل، اشكال الدراسينات، انواع كثيره جدا من اشباه النخيل، كل العناصر دي في الاخر بتدي لوحه الناس بتدور عليها. طيب بالنسبه للنباتات دي، هل هي متوفره محليا اللي بتساعدكم في شغلكم، ولا بتضطروا احيانا لاستيراد بعض النباتات من الخارج؟ انا شخصيا حريص ان انا اجيب من الخارج نباتات واوطنها في مصر واعمل منها اكسار، لان دي بتضيف قيمه كبيره لشغلنا وبتميزنا عن بعض المنافسين يعني. فاحنا حريصين على ده، ان احنا نستجلب الجديد اللي اقدر اوطنه واشتغل في مصر واعمل منه اكسار وازود منه، بدل ما نجيب كل سنه لا يبقى عندي الكميات اللي اشتغل منها من داخل مصر. بيكون يعني في فئه متحالفه مثلا من الناس مع بعض، لها عندها ارض ممكن تزرعها بهذه النباتات وتكسرها فيها؟ يعني في ناس كده وفي ناس عندنا، احنا شخصيا عندنا ارضنا اللي بنشتغل فيها، نعم، بنجيب دوت ونحطه في الارض الخاصه بينا، وفي احيانا بنجيبه الناس تانية تشتغل معنا فيه. يعني احيانا بنعمل التعاون ده مع حد عنده ارض وعايز يتوسع، باخد ده واحطه عنده في ارضه واشتغل عليه، فيبقى شريك في نفس النشاط واعمل له تجديد لشغله واعمل له اضافات لحاجات جديده بالنسبه له. فكره الجمال والتذوق الجمالي دي مهمه جدا بالنسبه لنا في مصر، ان احنا عندنا فوضى سمعيه وبصريه رهيبه في الشارع وفي كل مكان، وبتؤدي للتوتر واحيانا للاكتئاب الشعب المصري. احنا عاوزين يعني يكون في اماكن رحبه فسيحه او يكون منظر جمالي. ازاي ممكن الناس اللي مستواها المادي قليل برضه هي كمان تستمتع بالجمال وتقتني شيء يشعرها بالحياه وبالفرحه بالنبات وبالزهور؟ ده متاح والله، وده متاح فعلا في المعرض، في نباتات تقدر الناس تاخدها كلها. بس احنا محتاجين ان الاعلام يساندنا في انه يعني يعمل يعني الفكره يلح عليها، ان الناس تستمتع بالجمال. لان الناس احيانا بتاخد الورده بس مجرد انه يشوفها ويركل، لا احنا عايزينه يتعامل مع الورده دي ويجيب ورده غير يعني، او ياخد الحاجه اللي تعيش ويسال. يعني لما يخش ياخد يشتري حاجه ما يشتريش بس للشكل، لا يسال هتقعد عندي قد ايه واقدر اتعامل معاها ازاي، لان ده اللي هيخليه يشوف الورده بشكل حلو وبشكل كويس وشكل صحي، فهيستمر عليها ان شاء الله. طيب الناس ساعات ما بقاش عندها دلوقتي مساحات للبلكونات، وناس كتير قوي بتقفل للاسف البلكونه وتضمها لمساحه الشقه، فهل في نباتات بتصلح مثلا للاماكن المظلمه او الغير مضيئه بضوء الشمس، واماكن اخرى للشمس تصلح لها اكتر ممكن احنا نبحث عنها؟ في طبعا في كل ده، وفي حضرتك احنا ممكن نشتغل النباتات نفسها، نعمل لها تكفيف للنباتات نفسها ويبقى موجوده، بس تتحط بشكل كويس يعني، تحط في فازه، تحط في حاجه، تحط في ركنه، يعني نقدر نستخدم العناصر نفسها بطرق مختلفه في اي مساحه واي مكان بظروفه البيئيه اللي موجوده اقدر اشتغل عليه. بس يسال يعني، هو ما يبقاش عنده المكان وما يسالش فما حدش هيقول، لكن يقول لي انا الظروف اللي عامل اختار له الحاجه اللي بيشتغل عليها واقدر احطها له بشكل مناسب اللي تعيش معاه. طيب دلوقتي اللاندسكيب ده يعني في زرع، ومصر عندها مشكله في الميه، فاحنا هنقول دايما هل احنا ازاي ممكن نمتلك منظر جمالي حلو بس باقل القليل من المياه؟ ايه الجديد في نظم الري او ايه الجديد في اللاندسكيب اللي بيمكننا من ان احنا نشعر بالجمال بدون اهدار كميات من المياه؟ ان احنا حضرتك اولا بنختار نوعيه النباتات اللي بتستخدمش مياه كتير. الحاجه الثانيه اشتغل الحاويه او البوت بتاعتها او قصريه الزرع نفسها لها مواصفه معينه عشان تحفظ المياه، ما تبقاش المياه بتتحرك فيها. طريقه الري نفسها لازم يبقى اللي بياخد النبات بيسأل على الري شكله ايه. لما بنيجي نعمل حدائق حضرتك لازم نشتغل على سيستم الري الحديث، نبقى كل ما نشتغلش بري زمان زي الخرطوم، الناس اللي كانت بتعمل كل ده بالسيستم الان. فاحنا حريصين دايما ان يبقى ثقافه الميه دي عنصر مهم جدا قدامنا بنشتغل عليه واحنا بنشتغل في اللاندسكيب او بنبيع لحد نبات. كل التمنيات الطيبه بالتوفيق في المعرض ده ان شاء الله، ويا رب يكون في معارض اكتر من كده بكتير، احنا محتاجين المعارض دي بشكل اكبر وبشكل اطول كتير. بشكر حضرتك مهندس رضا ابو سيف الخبير في اللاندسكيب واحد المشاركين في لجنه شؤون العارضين، شكرا جزيلا لحضرتك ولوجودك معانا في مصر الزراعيه. بشكر حضرتك وبشكر القناه جدا على البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا لكم مشاهدينا، بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا ان شاء الله حلقه جديده ومجموعه اخرى.